سخروا من والدته في المطعم، لكن ما فعله الابن صدمهم جميعا. صلوا 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 على رسول الله. دخل شاب ومعه والدته إلى مطعم أوروبي ممتلئ. كانت والدته مسنة ومنهكة، كان الأكل يلتصق بوجهها ويسقط فوق ملابسها مخلفا بقعا ظاهرة. انتبه معظم الزبائن لما يحدث، وكانوا ينظرون إلى المرأة بكثير من الاشمئزاز، بينما جلس الشاب هادئا يأكل وينظر إلى أمه وابتسامته مرسومة على وجهه. بعدما انتهت الأم من الأكل، أخذها الابن إلى المراحيض ونظف ملابسها ومسح عنها بقايا الأكل، ثم أخرجها وألبسها معطفها وقبل يدها ورأسها، والجميع ينظر إليه والسكوت يخيم على المكان. دفع ثمن ما أكل ثم أمسك بيد أمه وانصرف. فجأة قام رجل مسن بمناداته ونادى الشاب: لو سمحت، لقد تركت شيئا خلفك. التفت الشاب وابتسم ثم قال: لا يا سيدي، لم أترك شيئا. فأجابه الرجل: بلى، لقد تركت شيئين في الحقيقة، تركت للأولاد درسا وللآباء أملا. ابتسم الشاب باستحياء وانصرف. أخي الكريم، أختي الكريمة، مهما كبر والداك فسيظلان والداك، فلا حاجة لك لأن تخجل من تصرفاتهما إذا كبرا بالعمر. فقط لا تنسى أنك كنت تخجلهما بتصرفاتك الصبيانية في وجود الناس، غير أنهما كانا يعانقانك ويفتخران بما تفعل، فافتخر بوالديك فهما أحق الناس بحسن صحبتك. أريد أن أذكرك بشيء، هل تذكر عندما كانت تسهر أمك وأنت مريض؟ كم مرة خافت عليك؟ كم من مرة أخرجت الأكل من فمها لكي تأكل أنت؟ حتى وإن كبر أبوك وأمك، احذر أن تعاملهم معاملة سيئة، حافظ عليهم فهم باب من أبواب الجنة. أريد أن أخبرك بمعلومة وأتمنى أن تشاركها مع الجميع: بر الوالدين لو فعل كل أنواع الشر لن يدخل النار، والذي يعق والديه لو فعل مهما فعل من خير فلن يدخل الجنة. لهذا الشيء الله ربط رضاه برضا الوالدين. ثم من؟ أمك. ثم من؟ أمك. ثم من؟ أمك.